في هذه الأمسية الجديدة من صالون السبت في أمانة عمان الكبرى، نستضيف فيها شخصيات العمل التطوعي زي ما حكينا قبل مرة متعب ومرهق وعلى حساب الحياة الخاصة والعمل والحياة العائلية الإنسان. بعد شوي إن شاء الله سلامته، لكن يعني آثر إلا أن يحضر معكم. الآن عندنا حراك حزبي نشط حقيقة، الكل بالمسؤول يعني إن أكثر من سنة تقريبا نشاط حزبي وكل ماله يتزايد وهو أمر مبشر. كثير عندنا يمكن في الحياة العامة في يعني إحباطات وفي سلبيات، في كثير مظاهر إحنا بنعرفها في المجتمع، في تراجع الثقة أحيانا بالمؤسسات الرسمية تحديدا الحكومة ومجلس النواب، وهي لها أسباب كثيرة أكيد يعني أكثر من تناول لها. لكن الآن اللي يعني تراهن عليه الدولة ونراهن عليه كمجتمع أنه هذا الحراك الحزبي وهذه الأحزاب اللي الآن تتوسع وتوفر لها مظلة تشريعية وحتى مظلة سياسية يعني على رأسها جلالة الملك في خطة التحديث السياسي، نأمل أنه يعني نخرج بنتائج إيجابية ويعني تحفز المشاركة السياسية ونستطيع نتغلب على ما نسميه يعني حزب الكنباية أو جماعة الكنباية اللي يعني تبعد عن المشاركة ولا تخرج في الانتخابات على ظروف كثيرة. يعني نتمنى أن تتجاوزها هذه التجربة اللي الآن إحنا يعني في ضمنها إن شاء الله. يعني بنحب نتحدث الضيوف الأعزاء عن موضوع الأحزاب الجديدة، هذا الحراك الآن اللي بيصير في المجتمع قديش لهم دور، أو هذا الحراك الحزبي قديش له دور في تحفيز المشاركة السياسية، في أيضا يعني المساهمة في إعادة الثقة الشعبية اللي فيها شوية ضعضعة بهذه العملية السياسية وبالمؤسسات. أنا ما بدي أطيل، بدنا نخلي يعني أصدقائنا وضيوفنا الأكارم هم اللي يتحدثوا في هذه القضية. راح نبدأ مع يعني بعد إذن ضيوفنا الأعزاء، رايحين نبدأ مع معالي العين الدكتور محمد المومني أمين عام حزب الميثاق الوطني، فليتفضل مشكورا وسامحنا لأنه صحته شوية تعبانة. أهلا وسهلا. الشكر لكل من أخذ من وقته ليكون بيننا هذا اليوم ليستمع لهذا الموضوع الهام، وسعيد بأنه بشوف كثير من الوجوه والأصدقاء، حتى صدام هيقبالي هسه انتبهت أخوي صدام المجال، ظليت 3 سنوات أنا وياه نعمل برنامج أيام الله. الشكر الكبير لأخوي العزيز ماجد، ماجد توبة، تزاملت أنا وياه في صحيفة الغد وكان شرف كبير. هذا اللقاء الأسبوعي أصبح له وقعه في عمان كما تعلم، الناس تنتظره وهذا جيد وخير، وهذا جزء من الحراك السياسي العام. أنا بدي أدخل مباشرة بصلب الموضوع بعد أن أشكر وأفتخر بوجودي بين زملاء أعزاء سعادة قيس زيادين الأخ العزيز والكريم والصديق الحقيقة، وسعادة أبو الأمير الصديق من قبل مش بس وقت الأحزاب، من قبل أخ العزيز وكريم، ودائما أفخر بزمالته وأزامله الآن في مجلس الأعيان. الحقيقة إخواني إحنا في مرحلة مختلفة تماما، اللي بتابع السياسة الأردنية منذ الخمسينيات يعرف أن المرحلة اللي إحنا منمر فيها الآن مختلفة تماما، مختلفة تماما. لماذا؟ لأنه ما نلحظه ميدانيا مختلف عن ما خبرناه في التسعينات وخبرناه في الخمسينات. اللي طالبوا فيه المعارضة منذ التسعينيات حصلوا عليه في 3 أشهر، كنت بحكي أنا وأخوي أبو الأمير هذاك اليوم، من 93 وهم يطالبوا بمطالب معينة لتحديث المنظومة السياسية، وهذا جيد.
أنا شكرتك أخي نبيل على حضورك. لكن نور اللقاء. أنا أسف. وبدي أحيي نائب الأمين العام لحزب الميثاق أختي ريم بدران، تحية كبيرة. واسمحوا لي أيضا زوجتي موجودة معنا أيضا اليوم مي النهار. مراك الرجل عظيم امرأة. صحيح. عشان ظرف الصحي احتياط، يعني إذا اضطرينا نروح دفاع مدني إشي يعني. مش سلوك حضاري. اثنين مشيها يا أبو الأمين. إخواني من 93 وخضنا هذه، إحنا بـ 93 بعد 89 صار في استئناف للحياة الديمقراطية، كنا في الجامعة الأردنية نعمل مسيرات وانتخابات ونعمل يافطات وكل اللي بنعمله الآن كنا نسويه في ذلك الوقت. والحقيقة أنه التجربة كانت واعدة في ذلك الوقت لولا عدم ترشيد خطاب المعارضة في ذلك الوقت، أقولها بكل صراحة وأتحدث في هذا الكلام بوجهي، بقولهم ترشيد خطاب المعارضة مهم جدا لنجاح التجربة السياسية. لما بقول ترشيد خطاب المعارضة عقلنته وجعله متماهي مع الواقع. منذ بداية التسعينات كانوا بيطالبوا بقائمة وطنية على مستوى الوطن ذات حجم جيد. الآن صار في عندنا قائمة 41 مقعد من 138، يعني ثلث مقاعد مجلس النواب. اثنين، كانوا يطالبوا أن تكون محصورة للأحزاب. أنتم بتعرفوا أنه تعدل الدستور الأردني في لجنة تحديث المنظومة السياسية، تعدل الدستور الأردني عشان يسمح بأن تكون القائمة الوطنية محصورة للأحزاب، لأن الدستور ما بيسمح. وضع نصاً أنه يترك للقانون تحديد ما إذا كانت ستكون للأحزاب أو غيرها. وأنا بلجنة تعديل الدستور في منظومة التحديد، وبالتالي تعدل الدستور لكي تصبح القائمة الوطنية حصرياً للأحزاب. تذكروا كان عندنا قائمة صغيرة 27 وكانت ليست محصورة للأحزاب، كانوا يترشحوا فيها شخصيات وطنية. أنت ترشحت أبو الأمير فيها؟ نعم ترشحت فيها، بس ترشحت القائمة المحلية. القائمة المحلية وقتها بتذكر عطف الطراونة، عبد الهادي المجالي الله يرحمه، رولا الحروب، الرقيبات، زكريا الشيخ، هذول كلهم نجحوا. هذول كلهم نجحوا على القائمة الوطنية بس بصفتهم الشخصية وليس الحزبية. الآن بدك تكون جزء من حزب مهم. ثلاث، وجود العتبة. العتبة مهمة يا أخوان لأنها ستفرز الحزب النشيط من غير النشيط، الحزب اللي له حضور من غير الحضور. العتبة بحسب الأرقام اللي سويناها في الانتخاب، احنا استخدمنا أرقام الانتخابات الماضية، بحسب أرقام الانتخابات الماضية العتبة 50,000 صوت. يعني الحزب اللي ما بجيب 50,000 صوت لن يحصل ولا على مقعد في القائمة الوطنية. لذلك تذكروا كلامي، بعد الانتخابات القادمة راح يصير عندنا نوعين من الأحزاب، نوع عد العتبة ونوع ما عد العتبة. بالسابق كان عندنا برضو نوعين من الأحزاب، نوع حصل على تمويل اللي هو المؤسسين 500، ونوع بس أسس حزب بدون تمويل اللي هو 150. الآن راح يصير مختلف. طبعا في ميزات أخرى بالتحديث السياسي غير اللي أنا حكيت لكم إياها، بس أنا ليش بحكي هذا الكلام؟ عشان أوصل رسالة أنه ما يحدث الآن مختلف. أنا على مفاوضات مع عون خصاوني وفايز الطراوني الله يرحمه، والمعارضة تطالب بهذه الأمور، كانت خطوط حمراء بيعتبروها خطوطا حمراء. شو عتبة؟ شو قائمة 40 مقعد؟ بالعكس لغيناها في ذلك الوقت، مش التغت بعد ما صارت الانتخابات اللي بعدها، القانون اللي بعديه التغى، والقانون اللي بعديه أنا وقائد الكلام اللي كنا في القائمة النسبية المفتوحة. بدي أختم بما يلي، أنا ما بدي أدخل بتفاصيل التحديث لأنه الجمهور الواعي زي اللي موجود الآن عارفينه كله. بدي أدخل مباشرة لماذا أعتقد شخصياً أن المشاركة السياسية سترتفع. إحنا عندنا المشاركة السياسية الآن 30%. 30% بالمناسبة منخفض، بس ليس بالضرورة غريب عن كثير من الدول اللي فيها انتخابات. احسبوا قديش نسبة المشاركة السياسية بألمانيا مثلاً، بهالحدود. لذلك في دول زي ألمانيا وأستراليا وإيطاليا أعتقد صاروا يعملوا مخالفة، يبعثوا لك
مخالفة على البريد إذا ما بتصوت. يعني بتدفع لك 50 يورو 60 يورو إذا أنت ما بتمارس حقك بالتصويت، لأنهم بيعتبروه خطر على الديمقراطية. موجودة هذه الظاهرة في. أنا توقعي هلا دكتور. أنا توقعي نسبة التصويت سوف تصل إلى بين 40% و45%. توقعي. ولماذا أقول ذلك؟ دليلي في ذلك ما يلي: أولاً، كل منظومة التحديث السياسية، قوانين الأحزاب، قوانين الانتخاب، التعديلات الدستورية، هذا كله أعطى دفعة قوية. وإحنا كنا نحكي لأخواننا، بتذكروا زملاء اثنين كانوا أعضاء في اللجنة تحديد المنظومة السياسية، كنا نحكي لهم ما طالبتم به بثلاثين سنة أخذته ثلاثة أشهر، لأنه كانوا مستقيلوا. هل تعلم أن المعارضة في اللجنة التحديد كانت تستقيل أولها؟ لأنها تعتاش على المعارضة، تتذكر؟ تعتاش في وجودها في المعارضة. لما قلنا لهم اللي طلبتوه 30 سنة راح تأخذوه 3 أشهر، صاروا يفكروا فيها، ومع هيك طلعوا بيان إنه إحنا كويس بس ليس ما نسعى إليه، بدنا أكثر، واللي هو متوقع. إذن كل منظومة التحديث السياسية كويسة وواعدة وأصبحت واقعاً معاشاً. أنا في كثير ناس لسه بحكي بمصداقية ما يحدث. يا أخوان، هذا النقاش أصبح خلفنا الآن. إحنا الآن أصبح هذا النقاش خلفنا، لأن القوانين أقرت وراح نخوض عليها الانتخابات الجاية. يعني نقاش صدقية التوجه أصبح خلفنا. أنا بذكر تماماً نقاش بيني وبين هذا الرجل الغاني تحت القبة لما حكينا عن مجلس الأمن القومي. أنا بالنسبة لي طبعاً لم تدافع عنه الحكومة، لذلك أصبح مع كل أسف مثلبة. جينا إحنا قلنا هذا الضمان الأهم، إنه إحنا سايرين في موضوع التحديث السياسي، لأنه الأشياء الحساسة الاستراتيجية الآن أنت عفيت منها الأحزاب وحطيتها في يد مجلس اسمه مجلس الأمن القومي. هذا بدلني أنا أنه دولة جادة في التحديث السياسي، لأن الأشياء الحساسة اللي بتخاف منها تسلمها للأحزاب في هاي المرحلة أخذتها. أنا هيك شفتها على الأقل. اثنين، ليش بقول ستزداد نسبة المشاركة؟ أنا استوقفني جدا حديث المعارضة بالدعوة للمشاركة. ما بدري صدقية هذا الكلام، لكن أنا استوقفني أنهم يدعون لمزيد من المشاركة، وهذه المشاركة برأيهم أنها الأفضل من أجل أن نسير في مشروع التحديث السياسي بشكل كويس. هذا جيد يحسب لهم، لأنه زمان كان الخطاب هاينا ماشيين، إذا ما زبطت الأمور زي ما بدنا وما جت عهوانا ترى بدنا نقاطع. مش هيك الخطاب كان تبعهم؟ الآن اختلفت القصة، الآن القصة صارت أنه لا، بدنا نشارك. هذا بدلني أنه ستزداد نسبة المشاركة. الأمر الآخر أنا بدي أحكي لكم إياه، وأنا زملائي دائماً مشتبكين مع ندوات ومحاضرات بشكل مستمر، والحقيقة يعني هلكنا قد ما بتروح وبتيجي، وأنا وزملائي مش بس أنا لحالي في حزب الميثاق. إحنا لمسنا تغيير. أنا في البداية كنت ألمس درجة كبيرة من المقاومة من الشباب، من النساء، من يعني كل ما حدا يعني قابض القصة. الآن لا، صرت ألمس تغيير. إحنا قبل أسبوعين رحنا عرصيفة، أظن اللي حاضرين كانوا حوالي 1000-1300 شخص. هلا بجوز في منهم مقتنعين، بجوز في مش، بس بدلك إنه الحركة اختلفت. أنا لمست تغييراً. آخر شيء، الانتخابات القادمة مفصلية ولجهة القناعة فيما يحدث. الانتخابات القادمة، وإحنا في الميثاق دائماً نقول هي بالنسبة لنا مجرد محطة، لن تشكل أكثر من 20% من طموحنا. الانتخابات القادمة مهمة، بس فقط 20% من طموحنا. إحنا بدنا نخلق حالة ميثاقية وطنية، لكن الانتخابات القادمة لما الناس تشوف بعينها كيف 41 مقعد للأحزاب، وكيف في أحزاب راح تفوز على القائمة المحلية. ترى أنا تقديري البرلمان القادم سيكون فيه على الأقل 80 حزبي، على الأقل 80 حزبي معلن، مش من هذول المستحيين مخبيين لا، معلن. وبالتالي سيكون برلمانا حزبيا وفي انضباط. أنت بتعرف هل المقعد كما تعلم على الأقل بالقائمة الوطنية للحزب وليس للنائب. يعني إذا حزب فصل عضو
نائب يخفض مقعده. شوف قديش في قوة للحزب. عشان هيك هي قائمة مغلقة، احنا بنرتبها وترتيبها تحدي لا شك، بس في ممارسات عالمية يمكن عملها. طيب أنا بدي أكتفي هنا، وشكرا جزيلا للدعوة مرة أخرى ولكل الحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور، الله يعطيك العافية. يعني التزمت حتى في الوقت بدون ما حدده يعني. ثم أسلم فحسن إسلامه. شكرا أستاذ ماجد، وشكرا لأمانة عمان ولمركز الحسين الثقافي على هذه الفرصة. وكما أشار زميلنا معالي الدكتور محمد، يعني هذا أصبح معلم من الحوارات في عمان والمملكة، هذه اللقاءات في هذا المكان الطيب. هو زي ما حكى الأستاذ نبيل، أنا مخضرم من عصر الجاهلية. عصر الجاهلية خلينا نسميه عصر ما قبل الديمقراطية، يعني من زمن العمل السري. قبل التصادم. نعم، عايشنا العمل السري لفترة طويلة حتى عام 89، وأنا بظل أقول للشباب لو عشتوا قبل 89 تدللوش كثير هلا. أنتوا بألف نعمة. بقى الواحد على منشور بجيبته يروح 5 سنين سجن. فالتحول اللي صار في 89 مهم جدا وحقق شيء، يعني صار في حرية العمل السياسي. هلا لم ننتقل إلى ديمقراطية كاملة بمعنى التداول بين الأطراف السياسية المجتمعية على السلطة التنفيذية عبر صناديق الاقتراع، ما وصلنا له. بقينا نراوح على مدار 30 سنة في مربع نصف الديمقراطية. ومشروع التحديث السياسي يريد أن ينتقل بنا إلى ديمقراطية كاملة، حيث التداول على السلطة التنفيذية يتم عبر صناديق الاقتراع وفق المنظومة المطروحة. خلينا أقول هذا الجهد في الواقع كان يمكن أن الأمور أن تأتي أبكر. وأنا بقدر أقول مرحلة الديمقراطية بعد 89 وتحديدا بعد 93، يعني لما صار الصوت الواحد وبدأ انحسار الحياة الحزبية، كانت معركتنا. وخلينا أحكي عن التيار الديمقراطي التقدمي، وأنا كنت من مكوناته. ظلينا نشتغل على الاشتباك مع دوائر القرار من أجل تحقيق تنمية سياسية تتوج بإصلاح سياسي يمكن من الانتقال للصيغة اللي هلا دخلنا فيها، ضمن آلية تطمئن السلطة، خلينا نقول، إلى أنه إحنا ماشيين بمسار سلس. أشباح 56 وتلك المراحل ليست موجودة، ومثال التحول في بلدان زي أوروبا الشرقية اللي تقريبا احنا وياها بنفس الفترة انتقلنا من إلى الديمقراطية، هي نموذج لانتقال ممكن سريع ومش صعب. وبقي السجال في البلد. أنا شاركت في بعض جلسات كان جلالة الملك المرحوم الملك حسين الله يرحمه، ثم جلالة الملك عبد الله. المعارضة الشديدة، كان الملك عادة مستمع يعني، بس الأوساط اللي بنسميها قوى الشد العكسي أو الحرس القديم أو ما تريدون يشددوا على أنه إحنا مش مؤهلين. هلا مفهوم، في مصالح واعتبارات، وربما أيضا متعودين أنه هذا السيستم اللي شو اسمه. وبالنسبة لهم التداول الحزبي على السلطة التنفيذية والبرلمان مش شغلة مألوفة. بعدين بجوز صار فعلا أنه الناس تعودت على آلية معينة وسلكت. شو اللي تغير؟ ونجحت الآلية، نجحت لثلاثين سنة أنه في ديمقراطية وفي أحزاب، ولكن الأحزاب مهمشة والانتخابات فردية، ونموذج النيابي عندنا هو نائب الخدمات والواسطة وإلى آخره.
يعني وسيط خدماتي بين صاحب القرار والمواطن والأمور ماشية، ولكن ما كانتش ماشية على مستوى تقدم البلد والتغيير والخروج من الأزمات، وبالتالي التحول السياسي أصبح حاجة للبلد مش مطلب للمعارضة، أصبح حاجة لكل البلد. ولذلك أنا بقول وأبشر بأنه يوجد إرادة سياسية للتغيير. لما بدأنا في لجنة تحديث المنظومة السياسية يا أخوان، أنا كنت أسجل على شو اسمه هذا المنصة اللي كلاب هاوس، وكان في ناس من المعارضة الخارجية يطلعوا والمعارضة الداخلية والحراكين ويشككوا في أنه هاي طبخة حصى مثل كل الجان. طيب ما كان لجنة كذا لجنة كذا كلنا الأردن أولا بلا بلا بلا، أقول لهم هاي مختلفة، وفعلا تأكد منها مختلفة لأنه وصلت النتائج وقدمت تشريعات وأقرت التشريعات. ومش قليل أنه نسبة 30% من مقاعد مجلس النواب سوف تكون للمنافسة بالأحزاب. مش بدهم يعطوها لأحزاب عددها 40,000، بدك تعطي 40 مقعد لأربعين ألف يا أخي؟ مش لأربعين ألف، 40 مقعد لأربعين لأربعة مليون مواطن. بس آلية المنافسة عليها راح تكون من خلال قوائم حزبية حتى الناس أخيرا تنضم للأحزاب. وأنا في لقاء شارك فيه الدكتور محمد وقوله في هندسة حزبية وما هندسة، قلت طيب وماله؟ شو الهندسة الحزبية؟ الهندسة الحزبية بتقول يا أخوان يا وزراء يا نواب يا أعيان هل موجودين، بدل ما تظلكوا أنتوا تتزاحموا كل واحد بده المنصب على شو اسمه، روحوا على الشارع كأحزاب وخذوا صوتهم وتعالوا لنفسه، لأنه بدنا نعطي الحكومة لحزب الأغلبية. وبالتالي يعني أنت بتغير قواعد اللعبة لجميع المشتركين فيها، حرس قديم حرس جديد، مسؤولين سابقين معارضين إلى آخره، أنت غيرت قواعد اللعبة للجميع. هذا الجوهر. هل الصيغة هي المثالية؟ لا، أنا كنت في لجنة الانتخاب وكان لدي أفكار تمكن من إنجاح العملية بطريقة أفضل، مش إنه مطالب أعلى، لا. بالنسبة لي نسبة 30% قوائم حزبية ممتازة، بس كان لدي وجهة نظر إنه النظام ليس متوازيا، لأنه هذا يضع الأحزاب في الزاوية الصلبة، خلي أشبك بين الدوائر المحلية والدائرة الوطنية. ولكن هذا النقاش لم يعد مجديا الآن، ولكن هي فكرة التجويد. بس بالأخير لا تستطيع أن تفرض وجهة نظرك الخاصة، هي تسويات بين وجهات نظر مختلفة. ما تم التسوية التي تم التوصل لها معقول، أنا من جهتي أعتبرها صعبت على الأحزاب شوي الأمر عملية الانتقال، ولكن في نهاية المطاف مقولة. الآن الكرة في ملعب الأحزاب والمجتمع ليتقن إدارة العملية من الآن للانتخابات. أنا من المنخرطين كليا في هذه العملية، وبنشتغل على إنتاج حزب يمثل تيار نعتقد أنه في المجتمع قوة رئيسية، لأنه كان في حالة استقطاب ثنائية دولة أخوان، هاي القوة السياسية في المجتمع، يا دولة يا أخوان والباقي مش موجود. بس في طرف ثالث إصلاحي ديمقراطي تقدمي اللي بطرح العدالة الاجتماعية، أو خلينا نقول توجه الديمقراطي الاجتماعي في البلد، لا موجود وكبير ويجب أن يتوحد في حزب واحد. هذا اشتغلنا عليه وما زلنا بنشتغل عليه، وإن شاء الله سننجح. وأنا بعتقد وجود هذا التيار بصيغة حزبية عامل نجاح رئيسي، لأنه هو خلينا نقول الركيزة الثالثة، مش القدر بركب على ثلاثة، الركيزة الثالثة لنجاح العملية، ما بين التيار التقليدي المحافظ الوسطي والتيار الإسلامي في تيار ثالث تقدمي ديمقراطي. أعتقد أنه وجوده لا مناص منه. خليني أحكي آخر فقرة في
مداخلتي لأنها هي عنوان الحوار مش شيخ أستاذ ماجد؟ نعم. المشاركة، نسبة المشاركة، هذا تحدي رئيس. إن شاء الله أنه النظرة المتفائلة للدكتور محمد تكون معقولة، بس إحنا بدناش نعيش على الأمنيات والتوقعات، بدنا نشتغل شغل ملموس لرفع نسبة المشاركة. أنا لغايات هاي الندوة رجعت للانتخابات والإحصاءات من 89 لهلا. في كيش تطلع بنتيجة يقينية؟ يعني بمقارنات تعطيك تطور نسبة الانتخاب وفق اعتبارات معينة انخفاض. بجوز آخر انتخابات تعرف اجت بعد كورونا وفي اعتبارات. بس احنا كانت الانتخابات النسب، أعطيكوا هيك النسب بسرعة. بال89 كان نسبة المشاركة انتخابات 89 العظيمة 54%، بال93 55%، بال97 نزلت ل 45%، بال2007 طلعت ل 57%، 2010 نزلت 53%، 2013 طلعت 56%، 2016 نزلت ل 36%، من 56 ل 36، بال2020 29%. طيب شو هالفلاتويشن هاي الغريبة؟ هلا بال2013 56%، بال2013 56%، بال2016 36%، بس في الواقع عدد الناخبين ما نقص، زاد. شو السر؟ لأنه انتقلوا من نظام التسجيل للانتخابات إلى نظام العضوية الجاهزة، يعني قوائم الأحوال المدنية. الانتخابات كان بدك تروح تسجل، وقوائم الناخبين الذين حق لهم الاقتراح هم اللي مسجلين. هذولا مش كل الناس، مش كل المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب. وبالتالي كل النسب السابقة 54 و55 و57 غير نسبة ليست لعدد الذين يحق لهم الاقتراع، لا للي سجلوا. هلا بال2016 انتقلنا إلى نسبة المقترعين من عدد الذين يحق لهم الاقتراع اللي هم كل موجودين على دائرة الأحوال المدنية، فنزلت من 56 ل 36. ولذلك ما بتقدر تقارن. إذا بدك تروح على الأرقام المطلقة، عدد الناس اللي صوتت، عدد الناس اللي صوتت ظلت ترتفع بالنسب معقولة، بس بال2020 نزلت شوية. بال2020 عدة اعتبارات، خلينا نقول منها كورونا. بس مثلا بال97 ليش نزلت من 55 ل 45؟ لأنه لا، أنا كنت معصر هالانتخابات، يعني صار المقاطعة على الأخوان، ولكن هاي بتعطيها 5% مش 10%، والباقي رفعت اصطناعيا نسبة المسجلين للانتخابات. فهذيك الانتخابات يا أخوان الدولة الأخوان قاطعوا، ففتحوا الباب قد ما بدك سجل، كانت معقد الشغل، بدك تجيب مش عارف إيه، فأنت بتروح نقلا وتسجيلا، صار الواحد بروحوا معاه 40 اسم وبسجلوهم. شايف علي؟ صار عليها فضيحة في ذلك الحين، فرفعوا نسبة المسجلين للانتخابات بصورة استثنائية. اللي اقترعوا فعلا ما زادوا شوية عن المرة اللي قبليها، بس صار نسبتهم أقل نسبة لعدد المسجلين. ولذلك إذا بدنا نكون واقعيين، النسبة التقليدية في الأردن تراوح بين 30 اللي هي النسبة الأخيرة 29.9 آخر انتخابات، وأقصى حد تقدر تقول 40%. فإذا بنقدر نعيدها من 30 إلى 40 بعتقد أنه حققنا النجاح. هل هناك وسائل؟ أول قضية بنحكي فيها، وأسف على الإطالة بس أعطوني هالدقيقتين هيك عشان شوية تحليل للموضوع وعشان نستفيد كلنا كيف نحقق إقبالا أفضل على الانتخابات. السبب الرئيس في تدني
نسبة المقترعين هو عدم ثقة الناس في البرلمان وجدوى هذه العملية وأهميتها. الأغلبية الساحقة من الناس هذول اللي سماهم دكتور ماجد الأستاذ ماجد تعون قاعدين على الكنباية ما بروحوا صوتوا، هذول نسبتهم 70%، بس للعدالة قيموا منهم المغتربين، لأنه إحنا قوائم الناخبين يا أخوان تنزل من دائرة الأحوال المدنية، هذول ناس كثير منهم مش موجودين بالأردن مغتربين. طبعا في أيضا القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إذا جمعت هذول معا باخذوا لهم أكثر من 10% إلى 15% من المواطنين، شيلهم بظل عندك الذين لا يذهبون للاقتراع ممكن تقول حوالي 50% 45% من الناخبين، هذول هم التارجت، هذول اللي لا يثقوا بالعملية ولا يشعرون بالانتماء لقضية المشاركة لعدة أسباب. سبب رئيسي بينها على الأقل لو أخذ ثلثهم هي عدم مشاركة واعية، إنه لا يؤمنوا بهذه العملية وبجدواها وبدورها، ما بتستحقش البنزينات اللي بده يروح فيهن على صناديق الاقتراع. أنا لو كان لي أن أقترح بقول جلالة الملك ممكن أن يعلن إنه من المرة القادمة إذا بنعمل حراك سياسي بنقول الحزب اللي بحقق أو الائتلاف الحزبي أغلبية نسبية، لاحظوا بقول نسبية مش مطلقة، في مجلس النواب راح نكلفهم بتشكيل الحكومة أو أنهم ينسبوا باسم رئيس الوزراء لكي ترفع الثقة بالانتخابات، أنه يا عمي إحنا رايحين على الانتخابات سوف تقرر المستقبل السياسي، راح تقرر مين اللي بده يحكمنا. ترى اللي حكاه الدكتور محمد أنه نسبة الحزبيين راح توصل بجوز إلى 80 صحيحة، لأنه أنت عندك 41 أحزاب سياسية وفي الدوائر المحلية راح يكون في منافسة حقيقية وكثير راح يترشحوا وهم منتسبين للأحزاب وراح يطلع منهم ناس، بس داخل البرلمان إذا كان هناك إحساس أنه الحزب اللي عنده 20-30 مقعد أو ائتلاف مع حزبين ثلاث ثانيات ممكن يوصلوا 70-80 مقعد، هذولا بدنا نكلفهم بتنسيب اسم رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، راح يلتحق فيهم كمان 20-30-40 نائب من اللي مستقلين، راح تروح مباشرة إلى برلمان استقطب حزبيا. أنا حكيت فكرة واحدة مما يمكن عمله بس عشان نحك الذهن كيف نعيد الحماس والأجواء المحيطة بالانتخابات التي لا تجعلها مجرد منافسة على التصدر بين أشخاص، وأنه نحن بصدد نقل نوعية سياسية في حياة البلد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم. شكرا. الله يعطيك العافية. أحزاب حقيقية، الميثاق الديمقراطي الاجتماعي قد نختلف معهم ببعض الأمور أيديولوجيا، لكن دائما ما نرى أنها أحزاب حقيقية تعطي انطباع إيجابي للعملية السياسية. أنا في البداية أود أن أقول الإصلاح اليوم بعد ما أنجزنا مئويتنا الثانية الأولى نحن على أعتاب مئوية ثانية، كان لنا ما لنا وعلينا ما علينا في مئويتنا الأولى، بنينا وطنا بنينا أردنا بإيجابياته وسلبياته، لكن اليوم أنا أعتقد أنه حتى نرى ألف مئوية لهذا الوطن علينا أن نقول أنه علينا أن نتقدم، علينا أن نغير، علينا أن نصلح. لذلك الإصلاح نابع عن إيمان جلالة الملك بأن هذا طريق حان وقته، والناس أيضا تريد أن ترى شيئا مختلفا جديدا ينقل الأردن إلى دولة حديثة ديمقراطية مدنية. المشككين بالإصلاح وبمخرجات المنظومة أو ما يحدث نسألهم سؤالا، إذا أنتم لا تريدون هذا الطريق وهذا طريق تراكمي، الديمقراطية تراكمية
تدرجية لن تحصل في يوم وليلة. ما البديل؟ ماذا سنختار؟ إذا لم نذهب باتجاه إصلاح إشراك الناس من خلال الأحزاب وقد تأخذ وقتاً، ما هو البديل؟ أنا أود أن أقسم أحياناً النخب السياسية إلى ثلاثة أقسام بمواجهة المنظومة السياسية أو مخرجات الإصلاح. هناك النوع المؤمن بأنه هذه الطريق فرصة تاريخية، نود انتهازها، نود أن نمشي فيها حتى لا ننظر يوماً خلفنا ونقول كان لدينا فرصة وكنا مشككين. هذا أول مجموعة. ثاني مجموعة هي المجموعة الرافضة لأي مشروع تقدمي حداثي إصلاحي في هذا الوطن، لأنها قوى الوضع القائم لا تريد التغيير. اللي أبوه وزير وجده وزير وابنه وزير وحفيده على خير وهداوة بال وزير، ليش بده إصلاح؟ ليش بده ديمقراطية؟ إذن هو يحمي مصالحه، ولذلك يبدأ برفض هذه المنظومة والتشكيك فيها لإفشالها. الطرف الثالث هو المشكك عن حسن النوايا، هو الطرف الذي يريد الإصلاح غير مقتنع مما يراه في المشهد، لكن هو صادق النوايا. نلوم ولا نلوم؟ أنا لا ألوم. عندما ينظروا إلى المشهد أنا أحياناً أقول معهم حق، لكن أسأل سؤال: إذا الوطنيين والأحرار، إذا من يحب هذا الوطن ويريد هذا طريقاً وقفوا على أطراف المشهد بهذه اللحظة التاريخية، إذا هم شركاء بعدم نجاح عملية الإصلاح حقيقة، لأننا من البداية شككنا. ولا أتكلم عن نواياهم الصادقة، لكن قلنا أنها طريق لا نستطيع المرور فيها ونشكك فيها. لا يجوز أن ننعي العملية السياسية عند كل مفترق طرق. لا يجوز لما يطلع قانون جرائم إلكترونية، نعم نحن واجهناه ووقفنا ضده، لكن لا يجوز أن يستعمل حتى من المشككين يقولوا شايف بدهم إصلاح وبحطوا جرائم إلكترونية. من اعتقد أن الطريق ستكون مفروشة بالورود واهم. الطريق إلى الديمقراطية تحتاج إلى نضال، تحتاج اليوم جلالة الملك، يحتاج الوطنيين والشرفاء في هذا الوطن بأن يدفعوا بهذه العملية، لا أن تبقى رهينة تيارات لا تريد، وما أكثرهم من لا يريد. هناك تيار لا يريد لأنه بيلعب ديوبولي مع الدولة من 30 سنة، ليش ده تتغير؟ وين مصلحته تتغير؟ بده يضل يلعب هو والدولة. لا يريد تيارا ثالثا ولا رابعا يخرج علينا ليقول هندسة، غض النظر صحيح أو خطأ، لكن أين يعني الهندسة لما كانوا يتفاوضوا على عدد مقاعد البرلمان؟ باختصار، هناك مشكلة في رفع نسبة المشاركة الحزبية وعلينا أن نعي ذلك. أولاً المصداقية بالطرح الحزبي. اليوم حتى نستقطب الشباب والناس بده يكون عندك مصداقية. اليوم الناس فقد الثقة بكل المؤسسات، على رأس البرلمان اللي هو تشريعي رقابي تحول إلى خدمي وشوارع وضواو. الناس فقد الثقة، لذلك نقول أنها عملية متدرجة تراكمية، إعادة بناء الثقة، إدراج الناس وإشراكهم حتى يروا ثقة. لذلك المشهد العام يجب أن يخلق وجوها جديدة. الناس بتشك، بتقول لك طلعوا من الباب رجعوا من الشباك على هيئة أحزاب، حقهم وحق من يخرج من الباب ويعود من الشباك أن يؤسس حزبا. اسقطوا في الاقتراع، اسقطوا في الانتخابات إذا مش عاجبك، لكن علينا أن نعمل. ثالث إشي، فرصة تاريخية يا جماعة الخير. لأول مرة بين كل دول المنطقة والإقليم كلها تدرجت بعيد الشر من هون بالدم، احنا تدرجنا بأننا نريد أن نتدرج من رأس الهرم. قالنا تفضلوا، هل ستكون مفروشة بالورود؟ لا. اللي بدي أحكيه، اليوم احنا بنحكي على 29% بالانتخابات الماضية صوت، وين 71؟ أنا بقول لكم مين 71. 29% معروفين، ثلاث بوكس: تيارات الإسلام السياسي شاركت في الانتخابات وصوتت الماضية بزخم وبالتالي شاركت،
من صوت على أسس عشائرية لابن عمه وإلى آخره أيضا صوت وشارك، ومن باع صوته للمال السياسي صوت وشارك. 71% هي الشباب والصبايا اللي عفوا حالهم، هي الشباب والصبايا اللي قاعدة على الكنباية بتقول لك بدي مواطنة، بدي مساواة. سئمت من استغلال الدين في السياسة، وسئمت إني أصوت لابن عمي لأنه ابن عمي فقط تربطني في رابط الدم. شو يعني؟ أنا أريد أردن حديث. هاي 71% إن استطعنا أن نحرك جزءا بسيطا منها، 5% رح ترفع كل النسبة، لكن أعطيهم إشي يتحركوا. الأحزاب مستقبلا بدها تشتغل ماس كوميونيكيشن، بدها تشتغل تواصل عام من خلال كل المنصات. ليش؟ لأنه بطلنا ننزل في دائرة فيها 2001 بشتري لي 500 بقلب الانتخابات. لا، لأن نحكي على صعيد وطن. الآن بنحكي أنه في 71% لو تحركت بوضوح ستتحرك. الآن بدي أقول فكرة أنه الحزب فقط برامجي، ترى أنا لا أتفق معها. يجب أن يكون نوعا من الأيديولوجيا والفكر واللون. شو اللزيق اللي بده يجمع الناس في الحزب؟ برنامج ولا مناصب مصلحية؟ ولا أنت موعود نائب وفلان موعود يجي سفير وفلان موعود يجي وزير؟ لا، هاي اللي بتضعف العملية. الصراحة اليوم لما بيسألوني على الحزب المدني الديمقراطي بقول لهم نعم نمتلك لون، لسنا حزبا لسبعة مليون أردني، حقنا احنا بدناش نصير زي البعثين حزب حاكم، لا بدنا تعددية سياسية، لكن علينا أن نكون واضحين باللون. لذلك عندما يقول الحزب المدني في المساواة بين الرجل والمرأة منقول مساواة. يا أخوي مش عاجبك مساواة؟ في أحزاب تانية لا تؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة، اذهب وقاتل من خلالها. لكن نحن نقول مساواة في الجنس ومساواة في الدين والعرق. وأنا مواطن، من يختلف مع هذه الأمور وتبعاتها ليذهب إلى حزب آخر يقول بذلك. نحن نؤمن بالحريات الفردية والحريات العامة. من يرى بنفسه وصي على المجتمع بالمأكل والملبس والمشرب ليذهب إلى حزب يرى بنفسه ذلك. نحن نؤمن بسيادة القانون، القانون الوضعي الموجود. نحن عندما نخاطب نقول لا نريد استغلال الدين في السياسة، كما لا نريد استغلال الدين لتحقيق مآرب مالية مثلا. هذا حق، الدين طاهر ومقدس والسياسة دنيوية وملوثة، ولا يجوز خلط الطاهر والمقدس بالدنيا. هذا رأينا. لذلك عندما نقول بالأحزاب يجب أن تمتلك لونا واضحا. اليوم الرواية التي تقول، وهي رواية الوضع القائم كالعادة، العشائرية تختلف لا تتماشى مع الأحزاب. تعرف بيكبروها في الناس وفي الشباب، لأنه الشباب عندهم الدين والعشيرة عاطفية. يا أخوي العشيرة هي رابط دم نحترمه ونجله، لكن اليوم العشيرة الوحدة فيها الشيوعي وفيها المحافظ وفيها الإسلامي وفيها اللي بيشتغل في الدولة. عادي، العشيرة رابط دم وليست رابط سياسي. الحزب رابط سياسي. اليوم الدكتور بسام العفيشات العجار، ما أنا وياه موجودين في نفس الحزب، ما بنقرب لبعض لكن نؤمن بنفس الفكر، نؤمن بنفس الفكر. لذلك علينا أن نكون واضحين، علينا أن نكون واضحين عندما نقول لا يجوز أن يكون هناك منظومة تشريعية موازية للقانون عشائرية. أنا كلنا بدنا نمشي على القانون، ترى اللي بدفع حقها أبناء العشائر اللي برات بتروح حقوقهم فنجان قهوة، بده يروح على القضاء، بده يروح على القانون، لنحافظ على ما هو جميل بعشائرنا، ولننتقل إلى أردن مدني حديث يحترم سيادة القانون. ما أقول الآتي: إن أردنا أن تنجح العملية السياسية على الأحزاب أن تكون واضحة. الكثير من الأحزاب اليوم شغالة في برنامج ما يطلبه المستمعون. وين ما بقعد بدي أرضي الجمهور. يعني أنت إيش بدك؟ بدك نكون هيك خلص إحنا هيك؟ لا يا سيد، الحزب يجب أن يكون له لون وطعم ورائحة. ولذلك أنا أتطلع لتجربة الحزب المدني الديمقراطي، إن شاء الله يجيب مقعدين أو ثلاثة، وقد يتآلف مع من يشبهه في اللون في الانتخابات وهذا حق، لكن عليه أن يكون له لون، له طعم، حتى يجذب الشباب ويأخذهم من كراسيهم إلى كراسي ويروح يصوت. هذا ما نقوله دوما. وأنا أعتقد أكبر عائق لرفع نسبة المشاركة السياسية
هي إقناع الشباب بأن هذه الأحزاب شو تفرق عن بعض؟ شو تفرق عن بعض؟ تفرق عن بعض بعنوان، بأفكار، بأيديولوجيا وببرامج. وأنا أقول إنه هاي فرصة تاريخية وما بدي أطيل، علينا انتهازها حتى لا حتى يرحمنا التاريخ بالمستقبل لما نطلع لورا. أقول قولي هذا.